سلامة، أنت ساكنة في القطب الجنوبي؟ ها؟ خففي المكيف شوية ودوم تتشكين أن عندك آلام في المفاصل. هي 75% من اللي يعانون من آلام المفاصل هم من النساء، وهو يصيب كل الأعمار، لكن النسبة الأكبر هي بين 40 إلى 50. هي؟ التهاب المفاصل هو مجموعة من المشاكل الصحية المزعجة، أكثر شيء تصيب الركبتين والكاحلين ومفاصل اليدين، وتسبب آلام حادة، تيبس، انتفاخ واحمرار. وأسبابها مختلفة، عشان شي قبل العلاج مهم نحدد ليش عندك التهاب المفاصل. يا سلامة، فهو ممكن يكون من أعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا أو تمزق عضلي، أو لا سامح الله ممكن يكون من أعراض سرطان الدم أو العظم. بس لا تخافي، معظم الأحيان الأسباب بسيطة، فتأخذين مزيل للألم وتتريين التهاب المفاصل يزول بروحه. وبشكل عام أبرز الأطعمة المضادة للالتهابات هي السمك، الخضار الورقية والطماطم، وبعد مهم تفادي درجات الحرارة المنخفضة واختيار فراش مريح للنوم. ودوم نقول الرياضة يا سلام. فالحركة تحافظ على المفاصل وتخفف من أعراض الالتهاب. وعساكم دوم صحة وسعادة.